لي قناة التت يا ولا عايز اتعلم الرقص عشان اغلب البت نوالي. خرابي يا حاجي ابني ابني يا خرابي عملت في حق كده ليه يا ولا؟ عملت في حق كده ليه يا ولا؟ يا ليه كده يا ولا؟ انا ما عرفت احرق البومك عليك ليه كده يا ولا؟ يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 خدوني يا ناس حبيبي يا سوكا رد عليا يا ولا يا ولد انا امك يا ولا رد عليا ما تسيبنيش وتحرق قلبي عليك كده يا ولا ارحمي يا رب يا ولا انا ماليش غير ده انا عايشه عشانك يا ولا انا عايشه والله عشانك انا ماليش حد عشان انا يا اخويا حبيبي يا سوكا عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري الواد هيروح في شربة مية يا اخويا اهدى يا ام سوكا ان شاء الله هينقلوا له شاي الدم ويعملوا له العملية وهيبقى زين بحق الجاه المصطفى ان شاء الله يا رب يا اخويا يا رب طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد الواد سيد ابنك ده ابن موت اقول له حرام عليك يا راجل ما تفولش على الولا قلبي بوجعني كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو راح وساب لي الواد ما عادش ليه حد في الدنيا غيره هو عكازي وانا عكازي يا عكازي اهدى يا مسوق يا عكازي إيه. بقول لك ايه اديني تليفون ما فيهوش رصيد يا اخويا الو السلام عليكم يا هاجر يا بنتي عمك شكري معاكي تاخذنيش يا بنتي بتصل بيك في وقت متاخر بس معلش الظروف بقى عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى واحنا موجودين معاه بطلب منك طلب يا بنتي سايق عليك النبي لا تيجي تجري ايوه تعالي انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي انت عايز نقعد معاه لوحدي انت فاهم يعني ايه هعك الدنيا ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا اسمعي الكلام اللي بقولك عليه يا كوريا ما تنزليش قبل تلت ساعه لحد ما اكون بعتلك حد تبع عماد يقعد جنبك وخليكي تقيله كده وراسيه وما ترديش عليه بسرعه مهما قالك حاجه لا تقولي اه ولا لا قولي له هفكر نعم يا اخويا انت مالك بقولك انت مش عاجبني انت مال حالك مال كده اقول لك جالي السويد تقول لي وماله ودلوقتي تقول لي وطلب منك حاجه وقول له افكر ليه ان شاء الله فاكرني ايه وانت على طول حاطه دماغك شمال كده بقولك لو طلب منك حاجه يعني في البيزنس في الشغل مش حاجه شمال غلط وبعدين خلي بالك هو بيسيستم دماغك دلوقتي وهيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك لا تردي عليه باه ولا لا قولي له انا هفكر وهرد عليك فهمتي ماشي ونبى انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه انت وسمران الزفت بتاعك ده اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجاز وسخ قادر يا كريم طب اتاخري شويه هو هيستناكي وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا ماشي باي يا اخويا يا رب استرها معايا قادر يا كريم انا ماليش غيرك انت عارف انا ولا عايز اسيب لوحدي يا اخويا حصل له ايه يا مسوق انت اللي جابك هنا يا دي البت انت اللي جابك هنا هو انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح يا شيخ حرام عليكي عايزه ايه منه الواد هيموت نفسه وكان هيموت فيها عايزه ايه ده انت ايه يا شيخ روحي كده اشوفه طيب ابص عليه بس احمد الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت استر يا رب لو سمحتي لو سمحتي هو انا ممكن اخش ابص عليه لا والله مش هينفع عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبره لو سمحت اتفضلي شكرا قوي طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده صدقيني ما كانش مقصود بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل حصل خير اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر وانا متربيه على هيك ما بيجوز اغيره انعم واكرم بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده بس عموما انا غلطان عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي حصل خير عظيم يلا اتفضلي اشربي
شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضل. خليك هنا أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، في نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليك، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانية دي مبالغ كبيرة جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبة 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10-15 سنة عبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودورة راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عاملة حاجة ايه؟ مو معقول، أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام، الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر، هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر. يا رب يا هاجر، هاجر حبيبه قلبي، ياما الله كداكي فين يا هاجر؟ طار انا مش هغني تاني يوم خلاص، ادعيلي ياما والنبي يا عزوز، ادعي يا عزوز. بص يا اخوي، انت هريس ما تتعيبش، ومليون واحده تتمناك، بس انا بقى قلبي مع غيرك. انت ترضى على كرامتك تتجوز واحده قلبها مع غيرك؟ انا قلعت الدبله خلاص، هبعتها لك هي وحاجتك كلها مع واحد قريبنا اسمه لوستا شكري. أيوة ده آخر كلام، ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري. مع السلامة سوكا. أنا بحبك أوي يا سوكا، وما أقدرش أستغنى عنك أبدا، وما ينفعش أكون لحد غيرك. حبيب امك، حمد لله على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا محمد. ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح مصر ولاده،
كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا ده انا معجب بيه جدا كمان، اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعب الحلو. هو صحيح جاب فيا جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحه عايز اطلعها منه الاول، وبعد كده هسلمهولك تشطفه كيف ما بدك. بس انا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم. خير امر. السكه هنا ما بقتش امان، انا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمل. مش عشانها، عشان أمها. ست غلبانة وعيانة، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمة من بلده في الغربة أبدا، حتى لو كانت واطية زيها. والنعم فيك. متشكرة يا إبراهيم، كتر خيرك. والله، والله لو ما علشان كبداكي كان دفنتك انت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على اعمالكم القذره. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لامك وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قله الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمه اخلاء سبيل المتهمه هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، وإلا يستمر حبسها لمدة 45 يوما تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. الله يتولى عفو نار جهنم قادرة كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه. انا حاسة ولا لبسها كلب اسود واجرب. طب أقولك على خبر يفرحك؟ قول أخويا بدل ما أنا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار إفراج. والنبي جد؟ يا ألف نهار أبيض، يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقولك إيه؟ إحنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل إيه؟ نرجع مصر نعمل إيه؟ ده قرار إفراج بكفالة. يعني هايدي لسه في قطر ولازم نرجع مصر بسرعة بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءة الكبيرة يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخويا. اوه اوه مفيش فايدة، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطة. هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المرة دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراه لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا. تعال يا اخوي تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. آه سلامتك. والله طبعا نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعال تعال يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. أنا حاسة إن أنا بقالي سنين طويلة سايبة البيت، كأني سايباه من لما كنت صغيرة. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي، تعالى هنا بقى. كنت أقعد أذاكر وأنا صغيرة، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده يا